أهلا المشاهدين الكرام، مشاهدي أنفاس بريس، ضمن حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. القضية أثيرت مؤخرا تحت قبة مجلس المستشارين، والتصريح كان تصريح خطير للسيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي اللي هو الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عندما تحدث أو أجاب عن سؤال يتعلق بتحصيل الدولة لديونها. قال بأنه قام واعتقل شخصا وتدخل لدى المحكمة الابتدائية من أجل يعني إنصاف كما يقول وزارة العدل. تصريح خطير تلقاه عدد من الحقوقيين والمحامين بامتعاض واستياء شديد، حيث في الوقت الذي اتجه فيه المغرب لاستقلال القضاء يعود بنا وزير العدل مرة ثانية إلى العهد السابق ليتدخل في القضاء ويتحكم فيه. من خلال هذا البرنامج سوف نستضيف الأستاذة مريم جمال إدريسي، المحامية والحقوقية بمدينة الدار البيضاء. أستاذة مريم جمال إدريسي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أستاذة مريم جمال إدريسي، أنت محامية وحقوقية بمدينة الدار البيضاء، كنرحبوا بك في هذه الحلقة هذه اللي غادي نسلطوا فيها الضوء أكثر على تصريحات أو تعقيب اللي عقب به وزير العدل عبد اللطيف وهبي. شكرا لكم، وتحية لجميع المشاهدات والمشاهدين. كنتمنى انه يعني توصل الرساله ديالنا كحقوقيات وحقوقيين كتهمنا مصلحه هذا الوطن من خلال التعقيب على ما ورد بهذا. نعم، في اطار التعقيب غادي نبقاو مع المشاهدين الكرام وغادي نشوفوا يعني هذا التعقيب ديال السيد وزير العدل عندما قال بانه امر بالاعتقال ديال احد مدير الشركه واختلف معه. نبقاو مع هذا الفيديو. هذا القضيه ديال الدوين ديال الدوله، راك الحكومه تتناقش هذا الموضوع كبير، ولكن بغينا نتعاملوا بصدق فيما بيننا. حتى المؤسسات اللي كتشتغل مع وزارة العدل، هذه واحد المدة اعتقلنا واحد مدير شركة كيخدم في وزارة مع وزارة العدل، ماشي غير كلافلس وزارة العدل، كلافلس وزارة العدل ودار الإفلاس هذا، أعطانا ضمانات بنكية مزورة ورفع دعوة كيطلب التعويض على فسخ العقد، وحكمت المحكمة الابتدائية. غير دخلنا أنا وبقينا متبعين الملف ومشينا اعتقلنا لأنه لأن بوثائق مزورة، ولقينا عنده شركة بدون رصيد ووقفنا المشاريع. اللعبة راه كلشي كل اغلبيه ديال كاين، ماشي كل الاغلبيه، كاين الاقليه كتخربق كترول لينا كلشي، ما كيكمل الخدمه ويدير لك دعوه في المحكمه الاداريه ويطلب لك التعويض ويطلب لك كذا الى اخره. هذا الشيء بغينا نتحكموا فيه الان وبغينا نضبطوا الامور. بركه. اهلا وسهلا، مرحبا بك مجددا استاذه مريم جمال ادريسي. نبغى اول تعليق يعني ديالك على هذا التصريح. كي داير هذا التصريح؟ هذا التصريح ديال وزير العدل يعني اللي معروف وزير العدل، يعني سبق وان تحدثنا في مناسبات يعني سابقه على ان هذا الرجل يعني عنده مشكل، صراحه عنده مشكل، قبل ما نتحدث على الخطا الجسيم اللي مارسوا اليوم في حق الدستور المملكه المغربيه، في حق جميع المواطنات والمواطنين، لان هذا مشروعنا ودستورنا، لانه احنا من يقولنا استقلال السلطات ويعني وتبنينا مبدا فصل السلطات بشكل واضح في دستور المملكه المغربيه تحت يعني العنايه المولويه ديال الملك، هذا الملك البلاد نصره الله ويعني اطال في عمره، كنجيو كنلقاو رجل ما عرفتش انايا الهندسه الفكريه ديالو مازال ما فهمتهاش، عندي مشكل باش نفهم هذا الرجل واش عنده يعني جنون عظمه خلاه ما كيعرفش بانه وجود حقيبه وزاريه في يديك لا يعطيك سلطه يعني مطلقه باش تدخل في ما هو مالي وتدخل في القضاء وتدخل في الضرائب وتدخل في في في, في الحريات الفرديه وتكلم يعني صباحا ومساء وانك تهيئ ويعني تعد العدة من اجل مستقبل سياسي معين. هذا الشيء اللي حاول زعما نفهم. انا كنحاول نفهم، اما هو صعيب تفهم، لانه اللي خصو يدار هو ان هذا اليوم خطا يعاقب عليه القانون. الا مشينا لدستور المملكه المغربيه اش كيقول لك؟ يمنع كل تدخل في القضايا المعروضه على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشان مهمته القضائيه اي اوامر او تعليمات. يعد كل اخلال من القاضي بواجب استقلال وتجرد خطا مهنيا جسيما، يعني انت ما عندكش الحق لا تورط القاضي في واجب. حيت شنو بغينا نفهموا؟ انا بغيت كنرفع التساؤل، كنطرحوا التساؤل معك ومع جميع المشاهدات والمشاهدين. شنو بغيتي تقول؟ عيطت لشي قاضي باش تدخل؟ شنو هي مشينا اعتقلناه؟ وكررها مرتين. واش انت كتحكم في النيابه العامه؟ النيابه العامه استقلت، عندنا رئاسه النيابه العامه مستقله، عندها تسلسل رئاسي بموجب الدستور وتعليمات اللي كتكون كتابيه اللي كتعقلن هذا التسلسل الرئاسي. عندنا اليوم بنايه مستقله حتى يعني في تدبير وتسيير ما هو مالي واداري اللي كاينه في الرباط، دي رئاسه النيابه العامه.
رئيس النيابه العامه عنده يعني ستاتيو ديالو، عنده المركز القانوني ديالو. انا بغيت نعرف شنو علاقتك انت بالاعتقال؟ هذا كيفتح جوج ديال التساؤلات قبل ما نهضر على المشكل اللي باغي نهضر فيه انا يعني كمواطنه محروقه. الاول اولا اعتديت على استقلال السلطه القضائيه وانت سلطه تنفيذيه، وهذا خرق سافر لواجب دستوري وقانوني، ويعتبر من وجهة نظر القانون يعتبر عملا مجرما تدخل في السلطة القضائية، لأنه ما عندكش الحق تدخل في سلطة أخرى. أنا بالنسبة لي أنت مسؤول، أنت حامل لي حقيبة وزارية كتحدث، وأنت سلطة تنفيذية كتحدث كأنك أنت سلطة أخرى، كأنك أنت سلطة قضائية في الشق المتعلق بالنيابة العامة، وعندك الحق تعتقل. ومشينا وعتقلنا، ماذا تحاول أن تمرر من خلال هذا الكلام اللي ما هو ما محطوط في قوالب قانونية، ما محطوط في قوالب دستورية، ما عنده حتى شي منطق، ما عنده حتى شي أساس. الحمد لله كنقول أن جانا هذا الوزير في الوقت اللي عندنا استقلال السلطة القضائية، وإلا راه كان كلشي غيتعتقل، لأنه هو كيعرف اللون ديال التقاشر ديال تول موند، يعني ممكن يدير أي حاجة. راجل كيفكر بواحد العقلية فيها بعد أمني، ما فيهاش مقاربة حقوقية، رجل بعيد كل بعد عن الرسالة الإنسانية، بعيد كل بعد عن منطق حقوق الإنسان. لو كنقول لك كتدخل في السلطة القضائية، ثاني هو أنك تقول بفخر وافتخار وكتتكلم وانت عاجبك راسك. اعتقلناه، شنو اعتقلناه؟ مرتين كنقول لك يعني شنو اعتقلناه، لأنه كاين تزوير. أولا يمكننا نقولوا بأنه درنا شكايات ديالنا وضعنا المقالات ديالنا كمؤسسه كوزاره من اجل ان لا يفلت هذا الشخص من العقاب، نقدروا نقبلوا هذا المنطق. ان عرضنا النزاع ديالنا على القضاء، والان هو راه نقيض او راهنا الاعتقال الاحتياطي ويحاكم من اجلي واجل، ما كاين مشكل كمعلومه، ولكن تقول لي اعتقلنا بكل فخر، هذا اعتقال احتياطي في الاساس. دونك ولات وزاره العدل اللي مفروض هي الصاهره على تنفيذ السياسة الحكومية في الشق المتعلق بالعدالة الحرية. ومني كنقولوا الشق المتعلق بالعدالة كنقولوا حقوق الإنسان، ما غاديش نقول لك يعني الحقوق والحريات، غنقول لك حقوق الإنسان. وأنا الناس الحقوقيين كيفهموش كنقصد، لأن الحقوق والحريات تقدر تكون مجموعة من القواعد القانونية. مني كنقول حقوق الإنسان كنقول الإيديولوجيا، تنقول الخلفية التي تحكم أي حق حق وأي حرية أو حرية حرية. بما معناه أن وزارة العدل التي عليها أن تكون الصاهر رقم واحد على تنزيل تلك السياسة الحكومية في شقها الإنساني الحقوقي من أجل صون الحقوق والحريات وحماية حقوق الإنسان، اللي هو واجب دستوري، اللي هو عاد مبارح كنت في جنيف في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة تتلو يعني تقريرا من المفروض أن تكون منسجما مع ذاتك، أن تكون يعني فاهما مدركا مسؤولا عما تقوله من كلام وعما تتحمله مسؤولية. اليوم جيت تفتخر بالاعتقال، ما هذا؟ ماذا يقع؟ واش دابا خصنا نطالبوا بأن أي شخص مرشح يوما ما أن يكون في منصب مسؤولية أيا كانت هذه المسؤولية خصو يعطينا شهادة طبية بأنه لا يعاني من أي مشكل نفسي؟ او على الاقل باش ما نقولوش مشكل نفسي، لانه هو ماشي عبره، بزاف الناس عندهم مشاكل نفسيه، كلشي راه كله درجه التاثر ديالو. كاين ناس عندهم مشاكل نفسيه، ولكن اخطر انواع المشاكل النفسيه هي ملي كتكون فيك مثلا جنون العظمه وكتعطاك المسؤوليه، وعطي مسؤوليه زائد جنون العظمه اش كتساوي؟ كتساوي التسلط والتجبر والطغيان والعجرفه والاستهتار بحقوق الناس ومصالح الناس، وهذه أمور أعتبرها خطيرة وخطيرة جدا. كل خرجاته الإعلامية تدل على أن الرجل يتحدث بمقاربة أمنية بعيدة عن اختصاصاته كوزير عدل وخارج عن سياق الحقيقة التي يجب أن يتعايش معها. حتى القضاء ملي كيتحدث عليه، القضاء ملزم بالتطبيق العادل للقانون، هذا الدستور، ما كنقولش شي حاجه من عندي. الفصل 110 من دستور المملكه المغربيه يتحدث عن التطبيق العادل للقانون، وعن النيابه العامه تيقول تطبيق القانون. انا غادي نقراها عليك باش تفهمها. لا يلزم قضاة الاحكام الا بتطبيق القانون،
ولا تصدر احكام القضاء الا على اساس التطبيق العادل للقانون. لا تصدر احكام القضاء الا على اساس التطبيق العادل للقانون. يجب على قضاة النيابه العامه تطبيق القانون. المشرع ملي تحدث عن النيابه العامه قال تطبيق القانون، ولكن عند قضاة الاحكام الاحكام تصدر بتطبيق العادل للقانون. ما تجيش تقول لي انا الدور القضاء بديك الطريقه في مجلس مستشار تقول لي عندهم الوثائق تحكموا بالوثائق، ما تدخلش في خدمتهم. هذيك السلطه محترمه ناضلنا من اجل استقلالها وسنناضل ما حيينا من اجل ضمان هذا الاستقلال، لان استقلال القضاء ماشي شان قضاة، استقلال القضاء هو شان مجتمع هو شاننا جميعا. وهذا خيار خداوته خداوته، وانت سلطه تنفيذيه لزم الحدود ديالك، ما عندكش الحق تفوت الحدود ديالك. ولا كان عندك شي مشكل كيبان لك راسك انت شي حاجه اللي زعما تشكل استثناء وتريد ان يعني تمرر هذه الامور عبر خرجاتك الاعلاميه، تريد ان تمرر للمجتمع انك تشكل ظاهره سياسيه، انا اقول لك انك قد نجحت وانك بالفعل ظاهره سياسيه استثنائية خرجت على جميع المقاييس التي عهدناها في المناضلات والمناضلين. أنت بالفعل ظاهرة استثنائية لا تشبه الباقي، ولكن للأسف في الاتجاه السلبي ماشي في الاتجاه الإيجابي، لأن ما يمكنلكش تكون كتفهم في كل شيء وكتخرج تهضر في المواضيع كاملين. حنا بغيناك تمشي تقابل غير وزارتك وتخصص فيما يعنيك وخليك فيما يعنيك، ربما تكون منتجا لأن هذا هو الدور ديالك. اما ان تعطي نفسك اكثر من حجمي فهذا مرض يجب ان يعالج. يعني انا كنقول وكنتحمل فيها المسؤوليه. نعم، واش ممكن انا كنتحمل فيها المسؤوليه. استاذ مريم جمال ادريس، واش ممكن نقول بانه هذا كلام فقط هو زلة لسان، ام انه عقله الباطني باقي يعني يطمح الى ان تكون عنده نوع من السلطه اللي تكلمت عليها ونوع من العجرفه اللي تكلمت عليها؟ واش نقول لك، في جميع في كلتا الحالتين هو مشكل. اذا كانت زلة لسان فهو رجل مسؤول، وزلة اللسان بالنسبه للرجل المسؤول ما يمكنناش نعتبروها زعما راه ماشي كيدير واحد المسرحيه بحال داك زلة اللسان اللي كتخرج من مثلا ملي كان عادل الامام تيدير شي خرجات خارج السيناريو كيضحكوا الناس. لا حنا ما بغيناش نضحكوا، حنا ما كنضحكوش في الامور السياسيه. الا كانوا انا حنا كنقلبوش على التهريج السياسي، زلة اللسان غير مسموح بها. الا كان قلت لك عنده مشكل، انا كنقول لك اليوم خصو يتحاسب. انا بالنسبه لي الرجل يجب ان يحاسب عما صدر منه مؤخرا من تصريح خطير جدا، بغض النظر على كل الافكار. يحاسب سياسيا، يحاسب من النيابه العامه اللي فرض على ان هذا تصريح وقالوا امام قبه، يحاسب سياسيا وقانونيا ويعني على المباشر. كاين جوج امور، قال بانه اعتقنا السيد وقال عاود مره اخرى مشينا اعتقناه، وقبل ذلك قال بانه يعني المحكمه الابتدائيه صدرت امر صدرت حكم ودخلنا بهذا المصطلح دخلنا تيقول لك بانه دخل في القضاء وبانه شوف انا غادي نبسطها باش ما نتسماش كنظلم الراجل. نعم. غير باش نقول لك شنو كيغلب على الدماغ ديالو. يمكن غادي نقول انا مثلا بانه كان عندنا واحد الملف في المحكمه الابتدائيه ولم تنصفنا من وجهه نظرنا، وادلينا بوثائق تفيد ان هناك تزوير، او تقدمنا بشكايه لدى يعني النيابه العامه لان هي اللي مسؤوله، وما عنده علاقه، هو ما كيعتقل ما حتى شي حاجه، هو ما كيعتقل ما كيدير حتى شي حاجه، وخصو يعرف قيمته. اليوم وزاره العدل عندها الاداره القضائيه كتشرف عليها، كاينه لجنه مشتركه ما بين وزاره العدل ومجلس اعلى السلطه القضائيه وليست النيابه العامه، من اجل تدبير ما يمكن ان يدبر فيما يتعلق بالموارد البشريه والامور المشتركه. احكام القضاء والمتابعات والاعتقال الاحتياطي ما عنده به حتى شي علاقه نهائيا، ما عنده به حتى شي علاقه. باش نوضح للمواطنات والمواطنين، هو كيسوق على نفسه واحد الصوره وهميه، كيبغي يبين بانه يتحكم في القوانين وفي باقي الصلات وفي الضرائب وفي المهن الحره، ويتحكم في لون الجوارب، ويعرف في ماذا تفكر انت وفي ماذا افكر انا وفي ماذا يفكر الاخر، ويشتغل مع بعض المؤسسات التي تشتغل معه، والمؤسسات اللي كيهضر عليها في نهار هضر على 12 كان كيهضر على المؤسسات، قال لك المؤسسات الامنيه، وهذا كلام خطير، كلام غير مسؤول، ما يمكنناش نبقاو ساكتين عليه. سمعنا واحد الوقت واحد تسريب في الانتخابات ديال واحد الاوديو كيتحدث فيه مع شي موكيل او مع شخص على انه كاين واحد دابا القضاء والفساد وهذا الشيء، ودابا انت كنت كتحدث في واحد الاوديو يتحمل مسؤوليته.
حتى شي كلشي خصو يتحط على الطاوله. لان الانسان اللي تيجي بين عشيه وضحاها وكيرفع شعار اكبر مما هو يعني عليه من سلوك واكبر مما هو عليه من قناعه واكبر مما هو عليه من مسؤوليه، انا كنقول ما يمكنش. واش حنايا فين عايشين؟ حنا كل واحد فينا كيدير مجهود يومي من اجل يعني الاسهام بطريقه او اخرى في بناء هذا الوطن. ما تجيش انت تتعامل مع المجتمع كانه يعني واحد الرقم في واحد المعادله سياسيه تبتغي منها مخرجات معينه. واخا حنا عرفنا بان راه ما عندك لا راي ثابت ولا قرار ثابت ولا موقف ثابت. في الصباح عنده راي وفي المساء عنده راي، واليوم هو مع هادو غدا ضد هادو. حنا ما بقيناش فهمنا الراجل الا كان عنده مشكل نفسي. انا قلبي معاه، خصو انا قلبي معاه، تنقول بانه ما فيها باس ياخذ راحه، ياخذ راحه ولا يستقل ويمشي يرتاح. اما باش يبقى غير غادي كل نهار خارج لنا بتصريح، كل نهار خارج لنا بمشكل وقلت الاحترام الواجب للمواطنات والمواطنين، واحترام الواجب لبعض الفئات داخل المجتمع، والاحترام الواجب للسلطات. احنا عندنا ثلاثه سلطات: السلطه التشريعيه، السلطه القضائيه، والسلطه التنفيذيه. اليوم كيعتدي على السلطه القضائيه، وبالامس كان كيعتدي على السلطه التشريعيه ملي جالس كيتحلف على بعض يعني المحامون او بعض الفاعلين الحقوقيين في جنيف وتيقول لهم انا غندوز. شنو كنت انت كتحكم في السلطه التنفيذيه التشريعيه؟ دونك انت وليتي جامع جميع السلطات، من تكون من انت؟ غير نتكلموا على واحد الواقع، مادام انك قلت بانه يسيء حتى المؤسسه التشريعيه، راه غير هذه يومين اوقف نائبا تابعا يعني في الفرق ديالو أبدلها بتصريحات مخالفه للتوجه. هذا في اصلا تضييق الحريه التعبير، وحتى حصانه هذا البرلماني في الحديث تحت قبه البرلمان. دابا القانون تيعطي الحق للبرلماني انه يعبر بكل اريحيه. وانه ما يمكنلوش تكون هذه ديال الحصانه، هادشي جات الحصانه. علاش؟ باش الممثلين ديال الشعب ديال الامه اللي تيمشيو لقبه البرلمان تكون عندهم واحد الاريحيه باش يعبروا على الاراء والافكار ديالهم بدون ما يكونوا تحت التهديد او الضغط او انهم ممكن يتعرضوا للمضايقه. انا اتاسف انني كتب علي الله انني كنعيش في هذا الزمن السياسي. اتاسف، ولكن منين نجيو نلقاو بانه مازال عندنا في هذا الوقت واحد يمكن كان خصو يكون قيد يقلب الكرار في شي وقت من الاوقات، كان خصو يدير شي كان خصو يتولد في وقت اخر اللي كان كتعطى فيه السلطه الاضعف واحد لابس الكسوه. يعني كنقول لك اقل واحد لابس الكسوه. اما اليوم لا يصلح له هذا السلوك، ويمشي يقلب على شنو غادي يدير في وزارته، لان الوزاره ديال العدل عندها ما يدار. ولو انه بالفعل من بعد استقلال السلطه القضائيه ما بقاوش عندها نفس السلطات، ما بقاتش عندها نفس المكانه اللي كانت عندها من بعد يعني متغيرات كثيره في حكومه التناوب، كيفاش تحولت الوزاره ولا حاليا كيفاش انه بعد استقلال السلطه القضائيه تسحبت من وزير العدل مجموعه من السلطات اللي كانت عنده على الاقل مع النيابه العامه، ولا فيما يتعلق بالمجلس الاعلى القضائي ولا المجلس الاعلى للسلطه القضائيه الان. دونك تحيدوا لك السلطات، ولكن هذا ما كيعديش بانه ما عندكش باش تخدم. راه ما عندك مقترحات اللي تخدم عليها اللي غتغير لنا هاد البلاد. راه عندنا فساد يجب ان يحارب. انت كتهضر على شركه بغيتي تدبرها، لانه بوجهه نظرك اذا كانت هاد الشركه غلطات بطبيعه الحال خاصها تعاقب، والقضاء هو المسؤول ماشي انت. انت ما تعتقل ما دير، انت كتقدم كطرف عادي مدني في دعوه جنحيه او مدعي في دعوه مدنيه او تجاريه او اداريه. دونك انت ما عندكش الحق تهضر على ديك الشركه اللي هي كتقول دلات بفواتير او دلات بوثائق كتبين بان عندها صعوبات وكذا. ما عندكش الحق تهضر عليها بديك الطريقه، لانك كتسيء حتى الاستثمار المغربي، كتسيء سمعه المقاولات المغربيه. خصوصا لانه حتى الدعوه مازالت رائجه. هو ما الدعوه رائجه، ما عرفناش واش انت اللي عندك الحق ولا الشركه بصح عندها يعني مشكل. هذا تدخل واساءه حتى لصوره هذه الشركات. دابا انا شخصيا بعدا كنقول الا غير كان عندي نزاع مع شي حد، والحمد لله ما عندنا نزاعات مع حد، ولكن على العموم الا كان عندي نزاع مع حد وخرجت من تاسرة في المحطه من المحطه ونخرج نقول وانا ودرت ليه واعتقلته، شنو هذا الشيء؟ ماشي اسلوب، هذا ماشي الاسلوب ديال الوزاره. انا باغي تتباهى، ما تتباهاش ليا بملف من بين ملفات تتعلق بتنفيذ صفقه معينه من الصفقات العموميه ديال المؤسسه. هضر ليا شنو قدمتي في الاطراء الغير مشروع، قول ليا شنو درتي
في مكافحة الفساد، راه عندنا اتفاقية دولية، راه عندنا مشروع ضخم. قل لي شنو درتي في مكافحة الفساد بما فيه بطبيعة الحال الفساد الانتخابي، بما فيه الفوضى التي تعايشنا معها في الانتخابات اللي عطاتنا نتائج ديال بعض المختلين عقليا هما اللي كيدبروا شؤوننا الجمعية للأسف. قل لي كيفاش غادي نحاربوا يعني الفساد الذي ينخر يوميا والصماصر المتواجدين يوميا امام ابواب المحاكم، هذا شغلك. قل لي شنو درتي في الحكامه القضائيه وترشيدها، راها مشروع كبير، راحنا داخلين على غتطبق تنظيم قضائي جديد. شنو هي العده التي اعددتها من اجل يعني تنفيذ هذا القانون الجديد؟ شنو هي المشاريع والرهانات اللي عندك في كل مشروع وتواصل مع الناس باش تحسسهم بأهمية هذا القانون وأهمية هذا التعديل؟ ولكن الجرأة والقوة تكون عندك في محاربة الفساد ماشي في محاربة عباد الله. على هذا النداء وهذا الدعوة على أنه الوزير يقوم بالواجب ديالو في محاربة الفساد نكون قد أنهينا هذا الحوار. شكرا أستاذة مريم جمال إدريسي المحامية والحقوقية، شكرا جزيلا لك.